طائرة التدريب والهجوم التركية الطير الحر 2 تقصف جبهات الحظر الدفاعي على تركيا. ما قصتها؟ قدم المدير العام لشركة تاي محمد ديميروغلو معلومات حول الوضع الأخير لمشروع هيركوش 2، وفي تصريحاته الخاصة خلال حدث تكنوفست ذكر أن عمليات تجميع هيركوش 2 وصلت إلى المرحلة النهائية، وقال سوف تطير في أكتوبر الجاري أو نوفمبر القادم على أبعد تقدير، مشيرا إلى أن الرحلات ستكون تجريبية وتدريجية ضمن الاختبار. هيركوش 2 حاليا في المرحلة النهائية من التجميع، وفق المعلومات فإنها لن تكون قيل مثل هيركوش 1، فقد تم إجراء تغييرات جذرية عليها، ومن المقرر أن يتم تسليمها للقوات الجوية في عام 2025. ووفقا للمعلومات الرسمية يجري إعداد هيركوش 2 للتدريب والهجوم، فيتحتوي على كلا التكوينين، والأمر ينطبق كذلك على هيركوش 1. وتنتج شركة تاي 3 أنواع من طائرات التدريب العسكرية: هيركوش A المخصص للأسواق المدنية ومعاهد تعليم الطيران، وهيركوش B لتدريب طلبة الكلية الجوية التركية، وتعاقدت قوات الجوية التركية على شراء 15 طائرة من هذا النوع، وطائرة هيركوش C أو 2 للتدريب والهجوم التكتيكي. وستخصص طائرة هيركوش C أو هيركوش 2 لمهام الدعم الأرضي القريب، وهي مجهزة ب4 نقاط تحميل خارجية تستطيع حمل 1500 كيلوغرام، وجهاز فلير متقدم من شركة أسلسان، إلى جانب القدرة على حمل صواريخ جيرت الموجهة بالليزر وصواريخ ميرزاك المضادة للدبابات، وتصل أقصى سرعة للطائرة إلى 574 كيلومتر في الساعة.